بخير واهلا بيكم. بعتذر كده بقالي فتره وحشتوني قوي والله. 3 ثواني كالعاده ارحب بيكم واقول للجديد برضو عرفنا بنفسه عشان احنا نرحب بيه، يعني عيلتنا القدام. اولا ارحب بيه. في 3 صفات اي رجل في الدنيا، هندي شرقي مصري عربي افريقي اوروبي، مهما اختلف جنسيته ثقافته طباعه تربيته بيته، بيعشقهم عشق في الانثى. بمعنى ممكن اي صفه تانية لو مش موجوده فيكي الرجل يتقبلها، انما ال3 صفات دول تحديدا لو مش موجودين يبقى انت خسرت كتير اوي. يعني لو قسمنا المرأة ل3 اجزاء كده هنقول ان كل صفة بجزء او كل صفة بتاخد تلت، لما تقل اي صفة من ال3 دول يبقى انت ناقصة تلت. يعني انا حبيت ان انا اوضحها بالمثال ده. نخلي بالنا الحاجات دول لازم اي انثى او اي بنت تبقى عارفاها. اول حاجة الفرفشة اللي هي عكس النكد، مفيش رجل في الدنيا يحب الست النكدية، لا مصري ولا عربي ولا غير مصري ولا غير عربي ايا كان. اي رجل في الدنيا يحب الست الدلوعة اللي هي عندها دلال كده ونعومية وفرفشة، ويكره اوي كره العمى النكدية. صدقوني يا معشر البنات والنساء لازم تخلي بالكم اوي من النقطة دي، أقسم بالله من الصفات اللي ممكن تخليه يركب جناحات ويطير، سواء خطيبك سواء جوزك سواء حبيبك عادي جدا. وممكن يكون مش عارف يقولك، مش عارف يعبر، أو خايف من رد فعلك، بس هيوصل لمرحلة كده هيقولك خلاص ما عدتش قادر. خلي بالك الصفة التانية برضو، كتير من البنات أو النساء بتهتم بمظهرها الخارجي وتغفل الجانب الشخصي أو الجانب الداخلي، النظافة الشخصية. اي بص عشان تبقى عارفة، هي النظافة الشخصية مش بس جوزك اللي هيلاحظها، لا خطيبك هيلاحظها، حبيبك هيلاحظها، في ريحة بقك في اسنانك في ضوافرك في التفاصيل الصغيرة دي هياخد باله منها. النظافة الشخصية من اكتر الحاجات ايضا اللي لو مش موجودة في الانثى او البنت تخلي الرجل يركب جناحات ويخلع في رجال عندها هستيريا من المواضيع دي. خلي بالك اوعي تفتكر ان المظهر الخارجي بس كفيل، بالعكس ده النظافة الشخصية كمان يمكن يعني مهمة لا تقل اهتمام اطلاقا عن المظهر الخارجي، كمان عشانك انت، عشان الامراض وعشان صحتك، وعشان في الاول وفي الاخر هي مهمة. احنا يا جماعة الحلقات دي مهمة، فياريت تدعموها بلايك لو شايفينها مفيدة، وتشاروها لبقية اصدقائنا عشان توصل لهم سواء على اليوتيوب او الفيسبوك او الانستجرام. ساعدونا ان هي توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. اللي بيسأل ازاي اتواصل معايا، الفيسبوك والانستجرام كل الروابط دي في اول تعليق ووصف الفيديو، وقناتنا التانية كمان للفضفضة محتاجين قوي ارائكم فيها، يا ريت تنضموا لها. الصفة التالتة بقى المرونة. المرونة هي عكس الجمود. بمعنى في نساء عنيدة وفي نساء رأيها متسلط جدا، وفي نساء إذا قالت يمين يبقى يمين وإذا قالت شمال يبقى شمال، وده الرجل ما بيحبهوش في الأنثى. علشان تبقى عارف، تكوني صاحبة شخصية وصاحبة قرار وصاحبة موقف، ولكن ما تكونيش عايزة تنتصري لرأيك دايما في كل الأحيان صح أو غلط. أي رجل بيحب الأنثى المرنة معاه، المرنة معاه، مش الأنثى اللي هي الصلبة الجامدة اللي هي كده يبقى كده، يمين يمين، قلت كده يبقى مش هغير. لا، الرجل بيحب الأنثى اللي يحس إن هي طرية أوي في التعامل معاه، أو مرنة يعني بالمعنى اللي هو الدارج، طرية يعني مرنة يعني في التعامل معاه في الحدود برضو، لما ان هو يكون في موقف بيستدعي، لما يكون ان في حتى بيتناقش في حاجة بياخد رأيها حتى لو في قرار مصير. ابعدي عن حتة هو ده وانا قلت اللي عندي، ولو مش عاجبك خلاص وانا مش هتغير وانا زي ما انا. دي بقى عكس المرونة، ودايما احنا بنقولها وبننبه عليها في كتير من حلقاتنا في العلاقات ونجاح العلاقات. هي الفكرة ان انت لو فضلت على كده هيدور على واحدة فيها اللي هو عايزه. بمعنى انا لو بحبك، سي على سبيل المثال انا بحبك، ففي حاجات معينة انا نفسي تكون فيكي، فبحاول ان انا لمحلك بشكل غير مباشر الاول وبعدين بشكل مباشر. الحاجة دي 2 3 بحبه.
فلو لقيت مفيش استجابة منك اوريدي عيني هتروح للحاجات دي لما تكون بره، بس دي طبيعة الرجل عامة. يعني هبقى حتى يعني هبقى نفسي في الحاجة دي لما اشوفها بره لاني مش لاقيها فيك. على الاقل اديه الايحاء ان في المستقبل ممكن الحاجات دي تكون موجودة فيك او ان انت هتشتغل على نفسك. يعني الخلاصة ما تديش للرجل ايحاء ان عمرك ما هتتغيري وانا هفضل كده طول عمري. ما فيش رجل بيحب كده، خلي بالك، ما فيش رجل تاني بيحب كده. يبقى 3 صفات في حلقة النهاردة مهمين قوي لا غنى عنهم في اي انثى تعجب اي رجل في الدنيا، كبير صغير، منصبه عالي، واطي، وزير، غفير، ايا كان جنسيته. الفرفشة والدلع، الاهتمام بالنظافة، الشخصية، المرونة في التعامل وفي النقاش وفي الحوار وفي كل حاجة احنا بنتعامل بيها مع بعض. خلاص احنا كده قلنا يعني نصايح مهمة في حلقة النهاردة. بعتذر عن الغياب اليومين اللي فاتوا. اكتبوا لي في التعليقات ارائكم لان انا بحب اقرا تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها، وده شيء بيسعدني. ولما بيكون في مجال بحب ان انا دردش معاكم قوي قوي يعني. وتابعوني كمان على الانستجرام والفيسبوك، بنعمل يعتبر بس مباشر باستمرار ندردش ونهزر ونلعب مع بعض. ايه المشكلة، احنا عيلة واحدة، مفيش اي فرق اطلاقا بينا. هتوحشوني وإن شاء الله هنلتقي بكرة.